السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أعزائنا متابعين قناة إي جي تيتش على اليوتيوب أو قناة إسلام خليفة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا النهاردة. حلقة النهاردة حلقة شيقة جدا، ولازم تركز في موضوع الحلقة النهاردة لأنه موضوع مهم جدا، وهتقدر من خلاله تربح من اليوتيوب وفي نفس الوقت هتستفاد من طرق تانية. مبدئيا دي قائمة أو دي القناة بتاعتي، ودي قائمة الفيديوهات الخاصة بيا. طبعا موضوع الحلقة اننا هنتكلم عن الربح من اليوتيوب والربح من اقتصار روابط من خلال نيتش النت المجاني، وفي نفس الوقت هتقدر تشغل نت مجاني على تليفونك الاندرويد. طبعا النت المجاني من فترة، طبعا كلنا عارفين الكونفيجات او برنامج الحاقن، الناس بدأت ترفع الحاجات دي على مواقع الفايل ابلود وتبدأ تربح من خلالها. بس النهاردة الطريقة مختلفة. النت اللي معانا النت مجاني، خط اتصالات او خط وي، موجود كتير فيديوهات على اليوتيوب. كل اللي عليك انك هتنزل او هتشغل الطريقة عندك. لو شفنا هنا، لاحظنا هنا عندي نت مجاني خط اتصالات مصر بعد الغياب سرعة رائعة لاجهزة الفور جي. طبعا انا عملت الفيديو ده اول ما نزلت القناة عندي، وكان في يعني في وقت قصير جاب نسب مشاهدة عالية جدا، لان النت المجاني عليه ترند يومي، ترند يومي، يعني تقدر تربح منه بسرعة. هتربح منه ازاي؟ انت هتنزل الطريقه عندك وهتشغلها على التليفون، بس يا ريت تكون الطريقه شغاله فعلا. طبعا انا هسيب لكم كذا طريقه شغاله في ورابط الفيديوهات بتاعتها والشروحات بتاعتها في الديسكربشن اسفل الفيديو، علشان تشوفوا الفيديو وتقدروا تستفادوا وتشوفوا انتوا هتعملوا ايه. طبعا احنا هنشرح الطريقه. بعد ما نشرح الطريقه هتعوز انك تستخدم برنامج معين او اعدادات معينه. الاعدادات دي هتحاول تعملها في ملف دوكيومنت، يعني ملف تكست، وترفعه على اي موقع فايل ابلود وتعمل له اختصار للرابط. اختصار الرابط هيكون من خلال موقع او موقعين. نفترض ان هيكون عندك موقع زي موقع كوكي مون. طبعا الموقعين اللي انا جايبهم لكم النهارده موقعين السي بي ام بتاعهم مرتفع، الميكس مان بتاعه يعتبر 5 دولار ل 6 دولار، بس في زياده، في احيانا بيوصل ل 9 و10 دولار لمصر والدول العربيه. والموقع الثاني مانتو لينك، برضو موقعين افضل من بعض او احسن من بعض، كلهم بيقدموا لك سي بي ام مرتفع. طبعا انت هتعمل اختصار مثلا للبرنامج اللي احنا شرحناه، هتختصر في موقع الداشبورد. هنا في الداشبورد تعمل اختصار للرابط، وبعد ما تختصر الرابط هتطلع لك لينك زي كده مثلا، هتاخده في الموقع بيتلي اختصار رابط. كلنا عارفين ان جوجل اختصار رابط تم غلق الموقع نهائي، وهتعمل باست هنا لللينك وتعمله شورتن، وبعدين تروح تختصره مره تانية في موقع التاني اللي انا جايبه لكم، موقع مان تو لينك. كده هتقدر تربح ارباح كويسه وفي وقت قليل جدا، وكل ده بفضل نيتش النت المجاني. طبعا نيتش المجاني انا كنت منزل على البرنامج او الطريقه، جابت لي يعني 500 مشاهده في 3 4 ايام، بس مع الوقت الترند بتاعها بيقل. فانت كل اللي عليك انك هتدور على الجديد في النت المجاني وتبدا تنزل فيديوهات تانيه. في هنا فيديو برضو كنت عامله على النت المجاني وصل معايا ال 4000 مشاهده. الفيديو ده قدرت اربح منه 2200 نقره على موقع اختصار رابط، ربحت حوالي منه حوالي 15 او 17 دولار على ما اتذكر. اهو نت مجاني خط اتصالات، الطريقه الوحيده التي تعمل حتى الان. طبعا ده 4097 مشاهده، ده زي ما قلت لكم ربحت منه عن طريق مواقع اختصار الرابط. وطبعا انا برضو كل فتره بروح منزل فيديو، كنت عامل تجربه علشان اشوف الفيديوهات دي او النيتش بتاع النت المجاني هيوصلني لايه. النيتش فعلا بيجيب لي عدد دقايق مرتفعه جدا، جاب لي مجموعه الفيديوهات النت المجاني اللي عملتها جابوا لي حوالي 50000 دقيقه. يعني ما تكتفيش مثلا لو انت انا عامل فيديو 5 دقايق، اغلبيه المشاهدين اتفرجوا ما لا يقل عن 4 دقايق في الفيديو. مثلا اضربها في 4000 هتلاقي في فرق كبير في الدقايق والمشاهده، وده هيفيدك في انك لو انت عندك قناه جديده على اليوتيوب هتقدر تتخطى الشروط في وقت قصير. وكمان الجميل في نيتش ده اللي هو بيجيب لك مشتركين وتعليقات كويسه، وخصوصا لو انت الطريقه شغاله ومضمونه 100%. زي ما قلت لكم ده موضوع يعني في عندي فيديو تاني اهو قدامكم وصل 1000 اللي شويه اهو، 1003 مشاهدات. المهم ان الموضوع ده يعني انا ما شفتش فيه شرح كتير على اليوتيوب، او يعتبر يعني ما لقيتش عليه ضغط فيديوهات بحيث ان الناس تقدر تستفاد منه.
هنا برضو كنت عامل من شهرين نت مجاني بسرعات ممتازة، مصرية للاتصالات جايب لي 1778. الفيديو ده جاب لي 900 نقرة على الإعلانات في مواقع اختصار رابط، جاب لي حوالي 4 دولار. أهم حاجة الموقعين دول المانتو لينك والكوكيمون، هسيب لكم رابط بتاعتهم في ديسكريبشن أسفل الفيديو. الرابط هسيبها لكم رابط مباشرة من غير أي رابط ريفيلر، عشان ما تقولش إن أنا عايز أكسب من خلالك أو عن طريقك. واتمنى لو الطريقه بتاعتنا اللي انا اتكلمت عليها دلوقتي عجبتكم، ما تنساش تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، واي استفسار او اي تعليق انا تحت امركم. واشوفكم في حلقه جديده من حلقات اي كي تيتش على اليوتيوب او قناه اسلام خليفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.